من حي مصر القديمة انطلقت مبادرة إيناس، الفنانة التشكيلية التي ولدت في محافظة الأسكندرية ودرست في كلية الفنون الجميلة. هذه المبادرة التي سميت بنافذتي وتستهدف الحفاظ على البيئة من خلال تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ورقية. الوقت اللي احنا بدأنا فيه نعمل مركز للتدريب كانت بتتحرق قش الرز للأسف، فالواحد شاف ان هو عادي يجرب القش بيطلع ورق عامل ازاي. يعني دي كان ده مع تجربه اللي هو كانت من الورق، من ممكن نطلعه من الورق، ممكن من لحال أشجار، ممكن حاجات كتير. وبعدين شفنا الحكاية اللي هو القش ده فبدأت فيه صراحة من فترة طويلة. وبعدين فأما نقلت القاهرة حبيت ان انا ادرب ناس على صناعة الورق اليدوي ان هو يستخدمون الاعمال الفنية. وفي هذا الفرن تدخل المخلفات الزراعية بعد تركها في المياه لعدة أيام، ومن ثم تتحول إلى قوالب ورقية، ثم يتبعها عملية الطحن والتجميع لتتحول إلى قوالب ورقية يتم تجفيفها لصناعة الورق اليدوي. أنا بشتغل هنا بقالي 12 سنة، طبعا بعمل ورق كل مرحله، بعدين بطبع على الورق بعمل منه منتجات، يعني تقريبا كل المنتجات، فولدرات وصناديق، وبعمل نوت بوكس وشنط، حاجات كتير. يعني بنشوف الإقبال شوية من الناس الأجانب، من المصريين مش قوي. يعني شجعت هذه المبادرة على تدريب عدد من ذوي الهمم على صناعة الورق كجزء من توفير فرص عمل لهم ومشاركتهم بشكل فعال في المجتمع. في مؤسسة قالت ان هو فئة الصم والبكم بيبقى فيه صعوبة ان هم يلاقوا شغل بشكل كويس، بيتعاملوا معهم يعني ممكن ان هم مش فاهمين يعني ايه صم والبكم حتى ان هو يقدروا يتعاملوا معهم بشكل صحيح. وهي كانت الفكرة بسيطة خالص ان انت تضيع عرفي اللغة بتاعتهم وتتعاملي معها، ما لقيتش أبسط من كده. يعني أول ما بدأوا معايا كان بدأ معايا أعداد كبيرة، يعني ما قلش عن 15 عندي من الصم والبكم. دايما من الحاجات اللي كانت كويسة ان هو بتيجي مثلا تبقى حد برضو عايز شغل من بنتها مثلا او اختها او حد من قرايبه ومعارف اللغة، فبدأنا من كده نعرف لغة الاشارة وكله بقى ممكن بيتعامل كلنا بلغة الاشارة مع بعضينا وكله فاهم بعضه. تتعدد المنتجات الورقية التي يتم صنعها في مبادرة نافذتي إلى أصناف كثيرة يتم استخدامها في صناعة الأوراق المزخرفة وصناديق الهدايا وأغراض عديدة. تمكنت إيناس من تحويل المخلفات الزراعية إلى إبداع وثقافة، فقش الأرز الذي يتسبب في كثير من الكوارث البيئية استطاعت أن تحوله في هذه الورشة إلى منتجات ورقية تحقق عائدا اقتصاديا وبيئيا للبلاد. مريم سعيد، اليوم، القاهرة.